أثر على إبراهيم يا أبو الثلاثاء القادم إن شاء الله سيف وكذلك حبيبنا محمد سراج. طيب إيش تقول ها شباب؟ بنختم بكلمة واحدة وخلاص. تعالوا ها ماجد بنسحب النقاط. مالي برايح ها بسرعة أقول الله يبيض وجهك إن شاء الله. والله اكتبنا اللي فيه خير وشكرا لفريق الدعم، شكرا للإدارة. حن كنا مجهزين أنا أبو ناصر مبادرات فقرات كذي على افتتاح المعرض بس الله ما كتب محمد ناصر والله ما كتب انه يفتتح في سفارتنا، لكن ان شاء الله انه معوض خير باذن الله والله يسهل الامور ان شاء الله. وجزاكم الله بيض الله وجهك. شباب ختاما لنا وللجمهور الكريم بيض الله وجهكم على عطائكم وعلى ما تبذلون وتقدمون. اليوم يا اخواني اعلنا اللي قبل امس 45% وهدفنا هذا اليوم ما ينتهي الا ب 50%، لكن الجمهور تحدانا ونوصل 50%. هذا بس جاسم ودعناكم الله. السلام عليكم. تجتمع الارواح وتصير في روح والعطاء والخير هذا محله، دامت الاعمال تكتب على اللوح. ابتدينا واتكلنا على الله، ابتدينا واتكلنا على الله. كلنا بالروح والمال بيروح والحضيض اللي بليس جله، ما نقص مال على الخير مسموح. وعد من ربي يضاعف كله، وعد من ربي يضاعف كله. يا لا يا لا لي